سلام حبيباتي، اليوم راح ندير لكم الرز بالخضره. حنا ولادنا ما يحبوش ياكلوا الخضره، لازم نديروا لهم حنا الخضره. كيفاش نديروا؟ نغطيو زوج قرع قرعه ومع زوج زروديه، حبه بصله والصومه، هادو نغطيوهم. انا ديجا راني ديجا غطيت ها مع اللحم. دوك نوريكم مكونات. دوك حنا درنا لهنايا، درنا الخضره مع طرف دجاج، ودرنا شويه راس الحانوت، ما نكسروش راس الحانوت، مع الفلفل الكحل والكمون وشويه كركم وشويه عكري، هادو نقليوهم. والزيت ما تنساوش الزيت. نديرو زوج مغارف، سخونه عندي غرف كبير، زوج زوج ونقليوه دوك حتى والثوم. الثوم حنا انا ما درت لكمش الثوم، الملح لخاطرش راني دايره كي دقيت الثوم درت فيه الملح. ما تنساوش الثوم، انا ندقها بالمهراز ونديرها. هاي دوك نديروها في فوق النار ونوري لكم كي تدبل مليح مليح وتشرب كاع مرقتها، تشرب الخضره كاع، تشرب التوابل، ونوري لكم كيفاش. هاي فوق النار دوك نخليها تقلى، من بعد كي تقلى نعاود نوري لكم. دوك مغرف طماطيش، طماطم مصبره مع شويه ماء، خاطر كان نديروها كي تكون تقله تنحرق لنا. لا كيك نديروها دوك، نذوبوها مليح. نقطعهم ونفرغهم. ونخلطو شوفو كي تبلت مليح. ها دوك ديرو الاخر، دوك نمرقوها ونخلوها تغلي. نرمي دوك انا باش ما نطولش عليكم الفيديو، باسكو الرز شويه يبطى شويه، يبغى يطيب غير في غرضو. انا دوك نمرقها مليح، نوصل الماء على حساب العبار تاع الرز اللي بغيتوه نتوما. انا عندي عباري ها هو، كنا عائلتي شيء كبيرة هاي، هذا عبار. صافي الماء نوصله هنا، يوصل الماء هنا عند اليدين ونخليه يطيب هكذا. وكل مرة قنا حتى لهنايا، ومن بعد كي يغلي الماء نرمي الرز ونغلق عليه ونخليه يطيب في غرض، ونقص في النار. نقصوا انتم مثلا، نقصوا في النار وخلوه يطيب، يتشرب الرز غير في غرض. وهذه هي، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.